اوكي خلصنا ودفعنا واشتريت السجادات اللي بدي اياهم، بس لوصل على البيت فرجيكم كيف طلعوا. وكمان اشترينا، اسمعوا لا اتذكر الاسم، شت بولة، كريات لحم، تروقناهم، كان وجبتنا الاولى لنتأخر الوقت هلا. وبشوفكم بالبيت. اوكي حلوين، سو هلا بدي بلش بالعشاء. عندي هون بروكولي وكولي فلاور، رح غطيهم بالمي ورش لهم رشة ملح وخليهم ينسلقوا على مهلهم. اوكي وهلا رح غطيهم واتركهم لحتى ينسلقوا منيح. وهون عندي كفتة، اللحمة هي المفروض تكون غنم، بس أنا جبت بقر مشان تكون أقل شوي بالدهون. على كل الأحوال أنا رح أخذ كم أصبع بس، فهدول رح نشويهم، ما بعرف إذا رح نشويهم جوا ولا برا بعد. فهذا رح يكون العشاء، رح يكون كفتة وكمان بروكولي وكولي فلاور. هلا في كتير منكم كان عم يقولوا لي انتوا وعدتينا انه تنزلي وصفات بالاعشاب. صراحه متردده كتير، لانه كل ما تعمقت بدراسه طب الاعشاب كتير خطر الواحد يعطي هيك وصفات عشوائيه، لانه لما بتجي الشغله لا معالجه شيء حتى لو كانت بالاعشاب، احيانا الاعشاب قوتها اكثر حتى من الدواء. احيانا الاعشاب قوتها بتكون اكثر من الدواء، وخصوصا اذا انتم اوريدي عم تاخذوا ادويه تانية ممكن تتعارض مع شغلات معينه، مشان هيك متردده. فاذا بدي شارك معكم وصفات رح تكون وصفات يعني ما إلها تاثير كثير قوي، ما حقدر شارك بوصفات العلاج مثلا نقول لمرضى السرطان او مرضى الصرع، او يعني شغلات كثير كثير معقده، رح تكون وصفات بسيطة بس شوي شوي علي. سو هلأ مديتهم بعدني، بعد حتى نايلهم بالأرض، بس أولادي دغري ناموا علي وحطوا الأيبادات، هلأ راحوا يلعبوا تنس. هاي البنا برا. سو بعدين قررنا إنه هيدي اللي أنا كنت عاجبتني، تحسوها مثل الصوف، هيدي منا صوف بس هيدي ويف. جوزي كان حابب هدول التريديشنال الاكثر اللي لونهم احمر وعجمي وما بعرف شو، بس قلت له لا ماني حابه، لانه بيتنا شوي مودرن، فممكن ما يطلع حلو، بس كتير كتير عاجبيني حلوين. عندي وحده هون هلا حاطه هدول الشغلات لهدي الاطراف لانه بعدهم هيك، بس هدول رح يكونوا. وجبت اثنين من هول كتير بحبهم، كل ما بروح لهونيكي بشتري منهم هيدول. كنت حاطة انا منهم حد للفاير بلايس من قبل، بس بدون تغيير لانه بيض طبعا، كل فترة بدون تغيير، خصوصا البسينات بيجوا من برا ودغري بيقعدوا عليهم بحبهم كتير. فما بعرف وين بدي احطهم بعد، بس اولادي كتير بحبهم كمان. انا ما حفرجيكم صحن الاكل لاني بدي بلش هلا بالاديتينج، لانه عندي اللقاء لايف على الانستغرام الساعه 8، فحيتاخر كتير كتير الوقت اذا بتركه هلا اوريدي الساعه 7 المساء، بياخذ معي شويه وقت الاديتينج. فرح نزل الفايلات وبلش بالاديتينج، وحاول نزله للفلوج قبل الساعه 8. بتمنى الفلوج اليوم يكون عجبكم، وشوفكم بكره في فيديو جديد.